بس بقول لك ايه، بعد كده خلي بالك وانت ماشي معايا تمشي بعيد عني 3 متر. لا ده انا هفضل لازق فيك على طول. وانت بتعمل حاجه ما انا بتضرب اهو، انت بتسيب. الله يسامحك. ايه ده؟ مين ده؟ مين ده يا جماعه اللي دخل لوكيشن ده؟ ده مدحت، ده استاذ مدحت، هنصور معاه دلوقتي دي حلقه. هو ده مدحت؟ ازيك يا مدحت؟ اهلا. عامل ايه؟ اهلا. ازي اخبارك؟ الله يخليك. بص يا مدحت، احنا قدامنا بالظبط 5 دقايق ونبدا تصوير. كلمني بقى شويه عن نفسك. يعني انا بعزف على الصفاره. زمره؟ لا. ناي؟ لا. فلوت؟ فلوت علينا بكره. ايه السخافه؟ اقفش عليا؟ اقفش. كمل. ريكوردر، اسمها ريكوردر. بس بقى بعزف عليها وبلعب عليها بيت بوكس. ايه بيت بوكس؟ بيت بوكس اللي هو الايقاع بالبوق. ازاي؟ انتوا جايبيني ليه طبعا؟ لا حد عارفه يعني الموضوع ده؟ يعني كم واحد كده يعني؟ كم واحد كام؟ يعني 15 16. لا ما انا عندي كتير برضه، خلي بالك. 15 16 مليون. مليون؟ مليون ازاي؟ وايه كمان بس بقى بنزل بقى فيديوهات على اليوتيوب بقى. طب انا عارفه، انا عندي حساب على اليوتيوب اسمها مدحت ممدوح، وعلى الفيسبوك عندي فيسبوك بيج. في حد بيتابعك يعني؟ في حد بيشوفك؟ يعني شويه كده، في حبه كده على البيج، وفي شويه برضو على اليوتيوب، ويعني بترزق يعني. الحمد لله. بس بقى طلعت في كام برنامج كده، منهم ارجو جوت تالنت مثلا. عارف نانسي؟ بيجيوم التالنت ده. جميل. شفتني فيه؟ طيب كنت مولع الدنيا. الله يخليك. هو بقى بتاع نانسي ده. طب ما تشغل لنا حاجه بقى كده، مش عايز اسمع صوت. على حق. الله. سقف يا ابني. برافو يا مدحت. الله يخليك. برافو. ايه اللي انت عملته ده؟ اللي انا عملته؟ اه. هو انت مش شفتني مع نانسي؟ خليني افهم برضو. ده بقى الفيديو اللي عمل معايا الضجه فعلا. ده جاب كام مشاهده؟ ده 1,000,000 على اليوتيوب، و 3,700,000 على البيج عندي، و 5,000,000 على ظهر في يو جي تي في في اليابان، و اي بي سي نيوز. ايه بس دي قناه كده عامله زي الفرعين عندنا يعني. وضح كلامك بقى عشان نفهم برضه. انا اسف. حقك عليا. ده في القنوات، شويه مجلات يعني زي تايم، شويه بقى مجلات اسبانيه على المانيه على تركيه على اليابان على الصين على. بس بقى وفي شويه برضه بيجات كده كبيره زي الام سيس و9 جاج. ايه 9 جاج؟ 9 جاج. طيب بقول لك ايه، هو مين ده؟ منظر، عامل منظر طالع ورا. طب انت مخليه معاك ليه طيب؟ ده ضحكته بقى، انت لو سمعت ضحكته. بحب ضحكته. بص كمان شبه مصطفى متولي. بسم الله ما شاء الله عليه. انت عسل يا ناس. حاجه كده. لا حلو حلو. نغم. وبتعرف تعمل ايه تاني بقى؟ في العزف يعني؟ بعزف على ايه؟ يعني بعزف على بان فلوت وعلى هارمونيكا وعلى ناي صومالي. صومالي. الله يخليك. بتعمل حفلات فين؟ ساقية الصاوي. طيب مش اماكن محدده يعني. طب بص بقى مدحت، حاجه متدلعه بقى. حاجه متدلعه. هي اللي متدلعه؟ حاجه بقى متدلعه بقى على كيفك كده. متدلعه. مصطفى متولي عايز يتدلع. الله يا مدحت حبيبي. الله. برافو يا مدحت. دي الاساتوك صح؟ انت ليه بقى اتشهرت بالاله دي؟ اقول لك يا سيدي، دلوقتي الريكوردر دي هي اله معموله في القرن ال20 تقريبا او 19 في اوروبا.
اتعمل عشان يكون آلة موسيقية عادية جدا قبل الفلوت، لان الريكوردر محدود جدا وآلة يعني اقل كتير من آلات تانية، فاخترعوا الفلوت بعدها كنوع احدث منها، يعني الفلوت النوع المتطور من الريكوردر. طب برضه يا مدحت انا مش فاهم انت ازاي شهرت بره بالآلة دي. هي عشان هي اصلا آلة اطفال، فانت ازاي بتعمل كده على آلة اطفال ما حدش بيستخدمها اصلا في اي حاجة؟ يعني قليل جدا جدا لو شفتها في اوركسترا مثلا، او شفت حد بيلعب فيها في اغنية، او شفت اي حاجة. ايوه شبه مش موجود. نسمعنا كده ان في شاعة كده طلعت من فترة، يعني خليك معايا، حاجة حصلت في الكواليس كده بتاعت عرب سجود تالنت بينك وبين اليسا. اليسا في ارض وطن. حصلت مشكله بقى، كانت غيرانه مني شويه. هي اصلها كانت في القعده كده وهي بتحكم عليا، كانت في سنه غيره بيبان. انا كنت بنفخ احسن منها. اخ عالي عند ربنا يروق صدرك حبيبي، ربنا يخليك يا حبيب قلبي. لقيتني دي كرومه فهمه، دي احنا بنستخدمها عشان لو عايزين نشيل المزيكا في مونتاج، يعني مش هتفهم انت حاجات صعبه. كروما دي غاليه، خلي بالك. طب احنا بديزن سعادتك يعني اصلا. ايوه اتفضل حبيبي، سيب بس اتفضل ركز معايا. هو احنا نطلع امتى؟ هنطلع امتى شويه كده، انت عايز تطلع امتى؟ يعني احنا قلنا كل حاجه. انت بتكلم الراجل كده ليه؟ بعرف انتوا جايين تهزروا على فكره. خد يا مدحت، راح فين؟ بس يا سيدي بقى، فاحنا قدامنا بتاع نص ساعه كل الكلام اللي انت قلته ده عايز تطلع أنا... ترص وبقى. اهلا اهلا، ازيك يا مدحت؟ عامل ايه؟ معلش اتاخرت عليك. لسه زمايلي ساعه حضرتك يا فندم. هو انا مش طالبه منك شيء بقى ايه ساعه؟ انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ انا حالا والله. وده مين ده كمان؟ انا اللي منخنته ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ معلش انا على طول كنت قاعد مع اصحابي. شاي يعني انت بتاع البوفيه؟ ده بتاع البوفيه. كان نفسي اقعد معاك بس. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا وسهلا. وصفاره وكروم. ازيكم يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب من هنا وتشوفوا فيديوهاتي هنا، ولو عجبتكم فيكس وعايزين تشوفوا الفيديوهات بتاعتهم اعملوا له سبسكرايب من هنا وشوفوا فيديوهاتهم من هنا. شكرا لكم. طب عايز تخش معايا في الموضوع؟ ايه تخش معانا؟ نخش كلنا بقى. نخش كلنا، يلا بينا. طب اعمل كده. انا مش هكمل مع الدنيا ده.